صلاة وسلاما على رمز الكمال والجمال في القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ياسين والقرآن الحكيم زمله ودسره فهو رحمة الله للعالمين. في الأقصى إمام الأنبياء أجمل خلقه فأعرج به من الأرض إلى السماء، زكاه في صدر سورة الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جمله وأعلاه ففي النجم ناداه وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. في أول آية في قرآنه علمه فقال في صدر العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. الجمع الطيب الكريم ما زالت فقرات العزاء متواصلة وما زال العطاء مع القرآن الكريم في ليلة تكريم راحل كريم. لا مزايدة ولا مجاملة فيه في كلمة ولا نفاق، لكن هذه حقيقة يعلمها الله، يعلمها الذي خلقنا فسوانا وإلى الإسلام هدانا، مرضنا دعوناه أجابنا وشفانا، ولحقوق العباد ودنا وإليه سجدنا وقبل دعانا. أسألك يا ربي وأنت خير من تسأل، وأدعوك وأنت المجيب، أن ترحم الوالد الكريم بواسع رحماتك، وأن تسكنه فسيح جناتك، وأن تلهم آله وزويه الصبر والسلوان. ونحن نشارك آل عبد المقصود الأعلام، أعلام الواجب في كل مكان وكل زمان. جئنا نشارك أبناء الراحل الأستاذ السيد حسن، الأستاذ عبد الحميد حسن، والأستاذ محمد حسن، الأستاذ صابر حسن، والأستاذ إبراهيم حسن. أقول لهم جميعا رحمة الله على والدكم، عاش خادما للصغير والكبير، عاش محبا لبلده وخادما لها، ومن فعل ذلك هو من أنفع الناس ومن عباد الله الصالحين. جئنا مشاركين لعلم الواجب وقاضي العرب حاج الهادي عبد المقصود، وإلى شقيق الراحل الحاج عبد الحميد عبد المقصود. والآن ونحن نجلس في هذا المكان يحضر من لا يحب أن يكون له نائب، وليس عن آداء الواجب غائب، رجل من الأحباب، وهو من نعم رب الأرباب أنه في الشرقية ساكن وموجود بين الصحاب. سيادة المستشار أحمد بن دياب رئيس النيابة الإدارية وعلم الواجب بمحافظة الشرقية. أيضا ونحن من داخل قصر ضيافة المكمل والمجمل حاج حلمي عبد الدايم وأولاده الأعلام، الفراشة والإنارة والصوتيات العالمية، خدمات الفندقية المتميزة والمتكاملة مثل العالم إبراهيم حسن الدولي، ومن على شاشة شيخ مصورين مصر والوطن العربي المخرج العالمي ناصر صلاح صاحب الإبداع والتميز والجودة ووحدة البث المباشر العالمية تحت إدارة الخلوقين والمبدعين المتميزين مهندس صلاح ناصر صلاح والمهندس محمد ناصر صلاح. هيا بنا لنعيش مع الفلاح والنجاح ومعجزة العزيز الفتاح التي أنزلت على زين الملاح مع علم وابن علم وقارئ وابن قارئ إذاعي وابن إذاعي. قلنا في عصر اليوم أن ما زالت مدرسة والده يقلدها الكثير، لكن الابن يستحق الاحترام والتقدير، وبجلوسه على منصة التلاوة وهو يتلو القرآن جدير قارئنا لا يحب المديح
لأن يده مشغولة بالتسبيح، قارئنا في لسانه الذكر، لأنه لا يحب الفكر، فهو العلم ابن العلم والقارئ ابن القارئ، فضيلة القارئ الشيخ أحمد منصور أبو حي، علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بأبو حماد شوقية، يا قارئا لأن كان في وقت الإطالة، فقد تكون مقدمتي بعد ساعة من عقول الناس في إزالة، أما أنت يا ابن شيخنا العلم مهما قولك يطول، فمن لسانك لقلوب العباد منقول، وأنا عن كلامي لك مسؤول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، يطاف عليهم بصحاف من يومئذ بعضهم
حقق لي خليفة. سيدنا النبي صلى عليه وسلم وبارك عليك. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم الأخير لا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ودخلوا الجنة أنتم
ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي What?
تلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون يا مالك ليقضي علينا
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون.
بلى رسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وإن سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك
السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة وهم يعلمون وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قوم لا يؤمنون
تفعلون وقل سلام فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح وقل سلام فاصفح عنهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا واستمتعنا العلم ابن العلم والقارئ ابن القارئ الإذاعي أحمد منصور أبو حرير قائد مركز ومدينة أبو حماد شرقية باسم الحاج جودة عبد المقصود عالم الواجب وشيخ المشايخ وأولاده الأعلام باسم الحاج عبد الحميد عبد المقصود والحاج الهادي عبد المقصود عالم الواجب وقاضي العرب وباسم أبناء الراحل الكريم الأستاذ السيد حسن والأستاذ عبد الحميد حسن الأستاذ محمد حسن والأستاذ صابر حسن والأستاذ إبراهيم حسن الشكر موصول لسيادة المستشار أحمد بن دياب الشيخ محمد صلاح ريشة الشكر كل الشكر الحاج حلمي عبد الدايم وأولادي الأعلام وأخص بالشكر الشيخ هاني حلمي صاحب الواجب في كل مكان وكل زمان والشيخ أشرف حلمي وشكرا موصول للحاج حلمي عبد الدايم وأولاده أصحاب الفراشة والإنارة كما أخص بالشكر الحاج حسن والد الفطر العالمي إبراهيم حسن الدولي والذي شوف المكان بوجوده شاكرا له ولنجه الأستاذ حسام حسن الذين أتوا ليقدموا واجب العزاء في هذه الليلة القرآنية والشكر موصول للمخرج العالمي ناصر صلاح الإبداع والتميز والجودة والنقاء وشكرنا للمهندس الخلوق صلاح ناصر صلاح والعالم الغائب الحاضر محمد ناصر صلاح أعلام التصوير جمهورية مصر العربية والشكر موصول لنقابة سميع فؤاد القرآن الكريم أستاذ حماد النجدي أستاذ أحمد أمين وكل أعلام السمع في مصر والوطن العربي جمع طيب الكريم دقائق معدودة ونتواصل مع مسك الختام وقيصر النغم بمصر والوطن العربي.